هناك نقطة ضعف هائلة جدا يمكن لم ينتبه عليها اللي برسمه السياسي الأمريكي، إنه أمريكا أولا لم تعد قائدة العالم بذلك، يعني كما يقال لم تعد هي شرطي العالم. هذا يؤذن بزوال كونها دولة أولى في العالم، هذا يقرب من خريف العمر لها، هذا مدعاة للعالم الإسلامي أنه يفرح أنه هاي الدولة اللي بتتجبر في العالم، ها هي تقلل من قبضتها على العالم. أمريكا لا ترى اليوم في العالم الإسلامي خطرا عليها، أمريكا تظن أنها قضت على الحركات الإسلامية اللي بتشكل خطر مثل القاعدة ومثل تنظيم الدولة، واحتوت الحركات الإسلامية بين قوسين المعتدلة. هذا هو تقدير أمريكا، لا تقدر إنه العالم الإسلامي يعني بيتحرك بطرق أخرى غير هذه الطرق، يعني مش الحركات الإسلامية فقط هي تنظيم الدولة والقاعدة أو الإخوان المسلمين، في حركات إسلامية أخرى، وفي التفكير بالنهضة الإسلامية بطريقة أخرى. أمريكا يعني مش متفطنة لها، مش بالضرورة إنه أمريكا تكون عارفة كل شيء. أمريكا بدها تفسد المجتمع الإسلامي، بدها تكبر الجانب اللي له علاقة بالانفتاح على الغرب وبالحريات وبالتصوف وما شكل ذلك، لكنها يعني مش منتبهة للطاقة الإسلامية الهائلة في نفوس المسلمين، إنه هذه الطاقة في أي لحظة ممكن تولد انفجارا وحراكا هائلا جدا في العالم الإسلامي. وبالتالي أمريكا قررت اليوم إنه الخصم الرئيسي لها هو الصين وليس الإسلام.